بتاعتك دي؟ ده تيمور يا عم، تيمور. تيمور؟ بابا وحشتني. يلا يا فوده بسرعه، يلا يلا. شكرا. النهارده يوم مش عادي، والموضوع موضوع غير عادي، الدجل والشعوذه والخاله نوسه صاحبه الصيت العالي. ونبتدي حلقتنا النهارده من هلا شو. استاذ بشندي اتفضل معانا حضرتك سواي. اتفضل. ماشي. يا ادم في ايه؟ انا عملت ايه؟ ما ما زلنا في انتظار وصول بشندي خادم الخالة نوسة، وفي انتظار المفاجأة الكبرى. وصلني ايميل بيأكد ان الخالة نوسة ستظهر معنا على الهواء مباشرة الليلة، بالرغم من انها موجودة في السجن. هتقولي الست دي؟ حاضر يا فندم. انزلي، بقولك انزلي. ما هو يلا يلا انتي بقى وريني هتطلع ازاي. لا وجود للدجال، وكل من يؤمن بهم فهو جاهل او مدعي. والنبي هتروح في 60 داهية؟ الراجل ده هيحصل له حاجة، مش بعيد يفرقع زي الفومبا وهو قاعد. يبدو لي ان الدكتور عبدالله انتصر في النهاية بدليل عدم ظهور الخالة نوسة حتى الآن. مين اللي قال كده يا دكتورة هاي؟ أنا الحاجة نوسة حتى الآن، حد ليه سوى في حاجة؟ يا جماعة كل واحد يقعد مكانه، اتفضلي يا خالة، اتفضلي يا خالة. أنا بحبك حياة النبي، الناس كلها تحبك، الله يزيدك يا رب. انت مين يا ست انت؟ مين اللي عمل فيك كده؟ النبي ماليش دعوة، الخالة نوسة هي اللي عملت فيا كده. ليه؟ وعدتني هتجوزني. ده كاس، ده تطوير، دي بنت الخالة نوسة، ده تيمور. استنى واقعد مكانك. الوقت انا عارفاه، الوقت هيطلع بره. ايوه الواد ده بصراحة بيخلص الأربار، يطلع بره وعليه مارد هو عارفه. لو حصل في المكان هنغرق كلنا، هنروح في داهية، ولو مش عايزين بقى يبقى أنا اللي أروح. تروحي مين؟ بس اتفضلي يا خالة نوسة، هي اللي تروح ولا هو اللي يطلع بره؟ يطلع بره. قلب تيمور قاتل. يلا يا مجنون، يلا يا أهبل، برفاشوا العيال. لا مش قادرة اقعد، انا لازم اروح لتيمور. هتروحي فين وتسيبي المعازيم؟ كده يا ماما تيمور هيروح في داهية. ما هو اللي جايبه لنفسه. طب استنى ما اجي معاك. انتوا رايحين فين؟ اقعدوا جوه يلا، اعزفوا مزيكا على ما نرجع لكم. انت رايح فين؟ تعالى خش جوه، مش كفايه فضايح البنت رايحه بالفستان. معانا مداخلة تليفونية، مين معايا؟ الو مساء الخير، ازيك يا دكتورة؟ اهلا وسهلا، مين معايا؟ انا خيرية، اكلم الخالة نوسة؟ اتفضلي خالة نوسة كلمي. اهلا يا خيرية، ازيك يا حبيبتي؟ خير، في مشكلة؟ انا مشكلتي بقى ان انا تخينة قوي ومش عارفة اتصرف ازاي. لا تتحل يا حبيبتي، تتحل. وزنك قد ايه؟ يعني مش متذكرة قوي، 200 250. ده انت عايزة تتفجري. طب اقولك ايه؟ ما تروحي تصفطي، ما النسوان كلها بتصفط دلوقتي. ما انا جوزي مش راضي، مع ان اخته شفته وعلى ايدي. اخته شفته؟ وامه؟ امه لا، امه شاده. اخته شفته وامه سال. انتوا من دار السلام؟ ايوه. عرفتي منين؟ ده انتي رهيبه. طب اسمعي بقى يا حلوه، انت تصفطي غصب عن عين جوزك، اسمعي اللي بقولك عليه. بس قبل ما تصفطي خلي بالك، لازم هو يصفط قدامك، وامه تصفط، واخته اللي صفطت تصفط تاني. على
علشان وقت البرنامج خالانوسة انت وصلت شهرتك لفرنسا. ام انا خدمت 3 سنين في باريس. وعلى كده بتتكلمي فرنساوي؟ جبر لي فرنسيت خف يا كل ايميل من فرنسا بيطلب من الخالانوسة تشخيص اي حالة على الهواء حتى يطمئن قلب الجمهور. انا فاهمة الايميل ده، في ناس بتشكك فيا. لا انا خلي قلبك يطمن، انت واوروبا كلها. تخافي؟ لا مفيش. ايوه عملت البرنامج ده، لازم يبقى قلبك حديد. ايه؟ المكان ده فيه جن، فيه جن لابس حد قاعد معانا. اطلع بدل ما انت عارف انا هطلعك ازاي. 13/7. تعال هنا، تعال هنا، تعال تعال تعال. نام هنا وترمي وترمي. ايه المهزلة دي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ كلام فاضي. مش عايز حد يكلم الدكتورة هنا. حاضر. ده المكان كله يولع. حاضر. انت ايه اللي جابك عنده ودخلت جواه ليه يا واد؟ يا خالد. ليه؟ خالد عشان اذيه. هو عذاب؟ عشان يرموا علي السيجارة في الحمام، حرق لي التيشيرت. ولا تقدر تعمل له حاجة. فاهم ولا مش فاهم؟ اطلع من عينه. مين ده؟ اطلع من عينه جمبرو. يا بني تقول سيري ما عندي كلمة. ايه؟ ايه؟ عندي كلمة. اطلع. اطلع من ركبتي. من ركبتي. خشنة. اطلع من بين صوابع رجليه. ما بيستحماش. اطلع من تحت بقاطه. اطلع نحرق. نحرق. امي امي امي. يا ساتر يا رب. قوم يا حبيبي قوم. الحمد لله على السلامة. الله يخرب بيتهم اللي بيتهم الناس. الله يكرمك. يا كل الوضع. يا الله روح لعيالك يا حبيبي. بعد كل اللي شفناه ده تحبي يا خالانوسة تقولي حاجة للجمهور؟ طبعا ده انا جاي عشان اقول حاجات للجمهور. طبعا كلكم صدقتوني دلوقتي، الكذب اللي عملته ده صدقتوني. اقول لكم دلوقتي مين تروحي ومين شمال شمال، صح؟ هو ده اللي بيعمله الدجال نصاب، اي لعبة والناس تصدق وتمشي وراه. عشان غيبتوا عقلكم وبعدتوا عن دينكم فوقوا بقى. واكبر دليل على الكلام ده ان انا مش الحاجة نوسة، انا اسمي تيمور، والراجل اللي كان هنا ده عمرو صاحبي، وحاطين له حاجات بتطلع دم عشان نضحك عليكم. يا دكتوره انا عملت كل ده عشان اتجوز بنتي الواقفه العروسه اللي هناك دي، وامها هي السبب. بس لما دخلت المجال ده اكتشفت ان كل الناس ماشيه ورا النصابين الدجالين، وهو ده اللي حصل. ومش خايف من المساءله القانونيه؟ لا انا مستعد لاي مساءله قانونيه، انا لا اذيت حد ولا خدت فلوس من حد. ما انا قلت لكم من الاول مفيش حاجه اسمها الخالانوسة. مين اللي قال الحبه لوسه مش موجوده؟ امال انا ابقى مين يعني؟ نلحق الفرح. لا اما نستاذن الحاج كانوسة الاصلية الاول. تاني انت مشكلتك محتاجة راجل يشكمك، وعشان خاطر ابني هتجوزك واتولك. تعال تعال. يا واد وهو انزلوا، كل واحد يركب على كاميرا. يا الله المكان مكانه والهوا هوانا. واد يا زمايكا كل واحد من عيالي يركب كاميرا. يلا هات الكاميرا دي كده يا احدم. روح العيال عندنا فضائية، عندنا فضائية. يلا نعمل بقى اعلان على البرنامج الجديد. الى كل محب الخالانوسة والدجل والسعوازة والكلام الفاضي ده يعني، انتظرونا اول السهر اللي هيبهر البرنامج الجديد نوسا سو.